أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الجملة
من هذه الآية الكريمة فيها وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. فمنهم من يرى أن هذه الآية هذه الجملة من الآية الكريمة منسوخة، نسخها الذي بعدها من قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا القول قال به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه، وهو قول جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فبهذا القول قال معاذ بن جبل وسلمة بن الأكوع وكذلك عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وقال به أيضا من التابعين عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير، وهو قول طائفة من أئمة التفسير رحمهم الله. إلا أن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس له تفصيل في هذا النسخ، فمن أهل العلم من يقول إن هذه الآية الكريمة منسوخة من وجه ومحكمة من وجه آخر، فهي منسوخة في الشخص المستطيع للصوم القادر عليه حينما كان مخيرا بين الصوم وبين الإطعام. وتوضيح ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما فرض على عباده هذه العبادة الجليلة جعلها على التخيير تيسيرا منه سبحانه وتعالى وتدرجا في التشريع. فكان الصحابة في أول الأمر كما جاء في بعض الروايات لا يطيقون الصوم، فجعل الله الصوم لهم على التخيير، إن شاء الرجل أن يصوم وإن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وصح بذلك الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين قال رضي الله عنه: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه كان من شاء أن يصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا فعل. فأذن الله بذلك في أول الأمر، وكان الصوم بهذه الطريقة على التخيير. والله سبحانه وتعالى قد يفرض العبادة معينة وقد يفرض على المكلف على وجه التخيير، فيخيره بين أمرين أو بين ثلاثة أمور يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ولما فرض الصوم على هذا الوجه أخذوه العلماء رحمهم الله من قراءة وعلى الذين يطيقونه، والطوق هو الطاقة، والشيء في طاقتي أي في وسعي كما في الصحيح هذا في طاقتي أي في وسعي، فما كان في وسع الإنسان ويستطيعه فهو في طاقته. فقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه يدل على أن الشخص المستطيع له خيار الفطر والإطعام، هذا كان في أول الأمر. ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم، نسخه بقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال سلمة بن الأكوع. ثم نسختها الآية التي بعدها يعني قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. النسخ في لغة العرب هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، ونسخت الريح الأثر إذا أزالت. وأما في شريعة الله فهو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، رفع حكم ثابت بخطاب متقدم كما هو معنا هنا الحكم أنك مخير،
بين أن تصوم وبين أن تفطر وتطعم مسكينا واحدا عن كل يوم. نسخ هذا بخطاب آخر متراخ عنه، وهو قوله في الآية التي تلي هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبناء على ذلك هذا النوع من النسخ يعتبر من نسخ الأخف بالأثقل. وتوضح ذلك أن النسخ أن الناسخ إما أن يكون أثقل وإما أن يكون أخف من المنسوخ وإما أن يكون مساويا له. فقد ينسخ الله عز وجل ويكون الناسخ مساويا للمنسوخ، كما نسخ سبحانه كما في نسخه سبحانه لاستقبال القبلة، فإن الله نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، فكل من الاستقبالين الفعل نفسه مساو، وبناء وإن كان استقبال الكعبة أفضل من استقبال بيت المقدس. يقول العلماء هذا من نسخ المساوي، أو ينسخ فيكون الناسخ أثقل من المنسوخ، كما في مسألتنا هنا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للصائم أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، نسخه بما هو أشد وأثقل فأوجب عليه الصوم وفرضه عليه إذا كان مستطيعا. وأما النسخ بالأخف فهذا كثير، فيخفف الله عز وجل كما في آية المصابرة: الآن خفف الله عنكم. فهذا من التخفيف من الله سبحانه وتعالى، يكون الحكم الأول ثقيلا ثم يخفف. ومنه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. أما بالنسبة للنسخ، نسخ الأخف بالأثقل، فبعض العلماء يمنع منه، والصحيح مذهب الجمهور أن النسخ بالأثقل، نسخ الأخف بالأثقل يقع وأنه جائز وحصل، ودلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع. نسخ الله عز وجل في أول الأمر، كان الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل لم يغتسل، ثم نسخ الله ذلك فأوجب الغسل على المجامع سواء أنزل أو لم ينزل، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فنسخ الله عز وجل الحكم الأول وكان خفيفا بالحكم الثاني وهو ثقيل، أنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل. كذلك أيضا نسخ الله عز وجل الكلام في الصلاة، ففي الصحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان الرجل يكلم الرجل في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا من نسخ الأخف بالأثقل. ومن أمثلته هذا، والأمثل على ذلك كثيرة حتى في المعاملات، ولذلك كان في أول الإسلام يجوز بيع الخمر وشربها، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فأحل الله عز وجل الانتفاع بالخمر ببيعها وهبتها وهديتها وإهدائها، ثم نسخ ذلك بتحريمها، تحريم شربها وتحريم بيعها، فحرم شربها في آية المائدة، وحرم بيعها كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر. وقال صلى الله عليه وسلم حينما أهدى له الرجل يوم فتح الطائف خمرا مزادة من خمر امتنع من قبولها،
فقام رجل فسار الرجل المهدي فقال عليه الصلاة والسلام بما سارته؟ قال أمرته يا رسول الله أن يبيعها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فهذا من نسخ الأخف بالأثقل، ومن ذلك تحريم نكاح المتعة وتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. كل هذا يدل دلالة واضحة على رجحان مذهب الجمهور بجواز نسخ الأخف بالأثقل، وعليه جمهور العلماء خلافا لبعض الظاهرية وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. إذا قيل بأن هذه الآية منسوخة فإن النسخ إنما هو في حق القادر المستطيع، أما من كان عاجزا عن الصوم فبقي الحكم فيه أنه يخير ما بين الصوم وبين الإطعام، وهذا ما جعل بعض العلماء يقول هذه الآية الكريمة محكمة من وجه منسوخة من وجه آخر. وهذا هو الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله في مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، أن ما ورد عنه من الروايات أن هذه الآية محكمة محمول على القادر، على الشخص غير القادر وعلى الشخص الكبير الشيخ والشيخة. فالشيخ والشيخة الآية فيهما محكمة، وأما بالنسبة للقادر المستطيع فالآية فيه منسوخة. والقول الثاني إن الآية محكمة وهو قول سعيد بن جبير، لكن في الحقيقة القول بأنها منسوخة قول قوي، وهو مذهب كثير من الأئمة ومن المفسرين رحمهم الله لقوته. وعلى هذا يكون الله عز وجل قد بيّن في الآية الأولى فرض الصوم ووجوبه، وبيّن الحكمة من هذا الفرض والوجوب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بيّن سبحانه وتعالى بعد ذلك أن هذا الذي فرضه إنما هو أيام معدودات، وأن هذه الأيام المعدودات إذا كان الإنسان مريضا أو مسافرا حل له فيها الفطر. وبيّن سبحانه بعد ذلك في هذه الآية الكريمة أن الذي يطيق الصوم أنه مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، وهذا في أول التشريع. هذا كله على قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه. أما القراءة الثانية وعلى الذين يطوقونه وهي قراءة ابن عباس المشهورة كما قال القرطبي، وكذلك قرأ بها عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأيوب بن أبي تميمة السختياني. وهناك قراءة ثالثة عن أم المؤمنين عائشة وابن دينار وعلى الذين يطوقونه. فهذه هاتان القراءتان حمل عليهما الوجه الذي يقول إن الآية محكمة. فالآية على هذا الوجه خاصة بالعاجز الذي لا يستطيع الصوم، ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى ما يجب عليه وهو الفدية، فقال جل شأنه: فمن تطوع خيرا فهو خير له وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية، الفدية ما يدفع لاستخلاص الشيء، ومنه فدية الأسير. فالفداء يكون الاستخلاص والتخلص من الشيء، ولذلك سمى الله عز وجل ما تدفعه المرأة للتخلص من زوجها بالخلع فدية، فقال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي ما دفعته من المهر للتخلص من عقدة النكاح والتخلص من زوجها بالطلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمخالع: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا أصل الفدية. ولما كان
العبد مرهونا بحق الله سبحانه وتعالى في الصوم فإنه يتخلص من هذا الحق إما بالصوم وإما بالفدية، فإذا دفع الفدية برئت ذمته وخلص من العهدة فسميت فدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية طعام مسكين، الطعام بمعنى الإطعام كعطاء بمعنى إعطاء، وهذا الطعام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في حال عجز الإنسان عن الصوم لكبر وضعف، هذا الإطعام ينبغي أن تتوفر فيه 5 شروط. الشرط الأول النية، فإذا أراد أن يطعم فدية في الصوم ينبغي عليه أن ينوي، لأن الإطعام عبادة واجبة في حقه، ولا بد في العبادة من النية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ومن هنا يخطئ بعض الأبناء فيطعم عن أبيه دون علمه، فلا بد إذا أراد أن يطعم عن قريبه العاجز عن الصوم أن يوكله ذلك القريب وأن ينوي حتى يصح الإطعام. الشرط الثاني ينبغي أن يكون هذا الإطعام بعد الفطر لا قبل الفطر، فإذا أراد أن يطعم عن فطره في نهار رمضان ينبغي أولا أن يفطر، فإذا وقع منه الفطر أخرج عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه الفدية. وبناء على ذلك لو أن رجلا يعجز هو عاجز عن الصوم فلما دخل عليه رمضان أخذ فدية 30 يوما وتصدق بها فإنها لا تجزيه، لأنه لا يصح تقديم الفدية على الفطر لأنه سببها. ومن هنا خالفت الفدية كفارة الأيمان والنذور، لأن اليمين يجوز فيها تقديم الكفارة على الحنث لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأخذ العلماء من هذا جواز تقديم الكفارة على الحنث، وبناء على ذلك لا يصح أن يقدم فدية الصوم على الإفطار، بل لا بد من أن يقع منه الفطر. فإذا أذن الفجر وأفطر بعد أذان الفجر أطعم عن ذلك اليوم، وله أن ينتظر إلى نهاية الشهر ويطعم 30 مسكينا دفعة واحدة. وهذا أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن بشرط أن يكتب وصية وأن يحفظ حق الله عز وجل، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، فيكتب أن علي كذا وكذا يوم من رمضان حتى لا يضيع حق الله على القول بأن الميت إذا مات وهو عاجز عن الصوم وثبت الإطعام في حقه وجب إخراج هذا الدين من تركته، لأنه دين لله عز وجل والله أحق أن يقضى كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الشرط الثالث أن يكون طعاما لقوله تعالى ففدية طعام مسكين، فخرج الشراب، فلو أخذ قدر ربع الصاع الذي هو الواجب أو نصف الصاع على القول الثاني وجعله شرابا وأعطاه المسكين لم يجزه، لأن الله أمر بالإطعام. وهكذا فينبغي أن يكون طعاما ويقتات به ويقوم به الأود كالبر والتمر والشعير والأقط والزبيب ونحو ذلك من الأطعمة، وغالب قوت البلد كالأرز، فيخرج هذا القدر الواجب من الطعام
فينبغي أن يكون طعاما. وعليه فإن هذا الشرط مبني على قوله سبحانه ففدية طعام، أي إطعام كما قدمنا. الشرط الرابع أن يؤدي القدر الواجب، والقدر الواجب في فدية الصوم هو ربع صاع، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ربع الصاع النبوي هو ملء الكفين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. هذا القدر التقريبي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المد هو ربع الصاع. فإذا قيل المد النبوي فمرادهم ربع الصاع، يسمى مدا ويسمى ربع الصاع. فهذا القدر هو الواجب إخراجه عن كل يوم، لقوله تعالى ففدية طعام مسكين، يعطي كل مسكين ربع صاع. وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا من المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم، فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية في الصحيح بعرق، والعرق هو المكتل. وهذا العرق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه 60 مسكينا. هذا العرق حزر كما في الرواية وهو بقدر 15 صاعا. فال15 صاع إذا قسمت على 60 مسكينا كان لكل مسكين ربع صاع. فهذا الذي جعل الجمهور يقولون إن ربع الصاع هو القدر الواجب في الإطعام. وأما الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شابيب الرحمات والرضوان فقد قال إن الواجب هو نصف الصاع، فيجب أن يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين في الفدية، فدية الأذى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل إليه كعب ورآه عليه الصلاة والسلام قال له ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال له أطعم فرقا بين 6 مساكين. أطعم فرقا، الفرق هو 3 آصع، وهذه 3 الآصع إذا قسمت على 6 مساكين يكون لكل مسكين نصف صاع. وبناء على ذلك قال الإمام أبو حنيفة إن الواجب هو نصف الصاع. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الواجب هو ربع الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعله إطعاما في كفارة المجامع دل على أن هذا القدر يوصف في الشريعة بكونه إطعاما. وورود الفدية في الأذى بأكثر نأخذ بالأقل، لأن الله أطلق هنا فقال فدية طعام مسكين، فننظر إلى أقل ما سماه الشرع إطعاما فنقول إنه هو الواجب، ونحمل المطلق هنا على المقيد هناك. وهذا ما يرجح المذهب القائل إنه ربع صاع. وقال بعض العلماء يصح أن يطعم بأن يفطرهم أو يكون يجعله لهم سحورا، يجعله لهم فطورا أو سحورا. وهذا أيضا مروي عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال بهذا القول، ورأى أنه يجعل لهم الفطور والسحور. ولكن إذا جعل الطعام وجبة كاملة أجزأه إن شاء الله، على ظاهر ما روى سعيد في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك رضي الله عنه قبل وفاته بسنة أو سنتين عجز عن الصوم رضي الله عنه وأرضاه، فجمع المساكين وأطعمهم دفعة واحدة. فأخذ العلماء من هذا دليلا على جواز أن يطعم المساكين طعاما واحدا بعدد الأيام التي أفطرها. كذلك أيضا مما يشترط أن يعطي كل واحد، أن يعطي كل مسكين القدر الواجب، فكل مسكين له ربع صاع.
فلو أنه أخذ ربع الصاع وقسمه بين مسكينين، أو أخذ ربع الصاع وقسمه بين ثلاثة مساكين فأكثر، فإنه لا يجزيه، بل عليه أن يكون لكل مسكين ربع صاع، ربع صاع، فإذا أعطى هذا القدر برئت ذمته، ولا يجوز أن يقسمه على أكثر من مسكين. وكذلك أيضا مما يشترط في هذه الفدية، وهو الشرط الأخير، أن تكون هذه الفدية للمستحق، وهو الذي عناه الله بقوله: ففدية طعام مسكين. فدية طعام مسكين، المسكين هو الذي لا يجد قدر الكفاية، المسكين هو الذي لا يجد قدر الكفاية، شخص عنده عائلة يقوم عليها وينفق عليها، أو يقوم على نفسه، نفقته في الشهر تقارب 2000 وراتبه 1500، فهذا مسكين. فإذا كان لا يملك الكفاية وقدر الكفاية فإنه مسكين، وأشد منه الفقير، وهو الذي لا يجد شيئا، أو يجد شيئا لا يقدر بشيء، مثل أن يجد بعض الكفاية القليل واليسير منها، فهذا الفقير. وهذا هو أصح قولي العلماء، أن الفقير أشد من المسكين، وذلك لقوة دليل هذا القول، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بكونهم مساكين وعندهم دخل وعندهم مال، لكن وصفهم بهذا الوصف لأن المسكنة تكون وعند الإنسان مال لكنه لا يكفي بقدر حاجته. وكذلك أيضا دل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، وقال: واستعاذ بالله من الفقر، صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه في الأذكار. فاستعاذ بالله من الفقر وسأل الله أن يحييه مسكينا، فدل على أن المسكنة فوق الفقر، وإلا كان ضربا من التناقض، وحاشا أن يكون ذلك. ومن هنا صار المسكين أحسن حالا من الفقير، وصار الفقير أشد من المسكين. ومن هنا ندرك كيف أن الله سبحانه وتعالى قال: ففدية طعام مسكين، لكي يدخل معه الفقير، فنبه بالمسكين على ما هو أدنى منه وهو الفقير، فسواء أخرجها لمسكين أو أخرجها لفقير. كذلك أيضا ينبغي أن يكون صرف هذه الفدية للمستحق، لمن لا يجوز أن يصرف هذه الفدية لمن تحرم عليه الصدقة، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الصدقة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. كذلك لا يصح أن يصرف هذه الفدية لمن تلزمه نفقته من الأصول أو الفروع كوالديه وولده. والدليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة ولا دفع الحقوق الواجبة للوالدين والولد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد مع والده بمثابة الشيء الواحد، فقال كما في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها: إنما فاطمة بضعة مني، والبضعة من الشيء قطعة منه، فدل على أن الولد في حكم كأنه من والده، والوالد من ولده، فإذا أعطى لولده كأنه أعطى لنفسه والعكس. وبناء على ذلك يشترط أن لا يعطيها لمن تلزمه نفقته من الأصول والفروع. هذا بالنسبة لفدية الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فدية طعام مسكين، قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو
وكذلك عاصم وحمزة والكسائي. وهذه القراءة واضحة والسنة تدل على أن المراد بها أن يعطي لكل مسكين القدر الواجب عن كل يوم. وفي قراءة فدية طعام مساكين كما هي قراءة نافع وابن ذكوان. فهذه القراءة قالوا إن القراءة الأولى أقوى في الدلالة على أن لكل واحد من المساكين القدر أنه يعطي لكل مسكين عن كل يوم يفطر فيه. وقوله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا قال بعض العلماء أن يزيد على الصاع على القدر الواجب فيبلغ الصاع مثلا، فبدل أن يعطي ربع الصاع يعطي نصف الصاع أو يعطي صاعا فقد تطوع خيرا. وقال بعض العلماء فمن تطوع خيرا أن يزيد في المساكين، فبدل أن يطعم مسكينا واحدا عن يوم يطعم أكثر من مسكين عن يوم واحد. وهذا له وجه، ولكن لو قلنا على القول الأول إن المراد أن يزيد عن القدر الواجب فيدفع صاعا بدل ربع الصاع، حينئذ يرد سؤال. هذا السؤال هو قاعدة عند العلماء رحم الله، قاعدة فقهية: إذا أدى في العبادة ما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ وهي القاعدة الثالثة التي ذكرها الإمام ابن رجب في قواعده. إذا أدى في العبادة ما لو اقتصر على أقل منه كان كافيا في الواجب، مثلا هنا أدى صاعا وأقل من الصاع وهو الربع يكفي لبراءة ذمته، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ هل نقول إن الصاع كله أصبح في حكم الواجب، أم نقول إن الربع الصاع فقط هو الذي وجب عليه والزائد يعتبر نفلا؟ هذه القاعدة تتفرع عليها مسائل. ومن طبعا من حيث التفصيل فرقوا بين ما كانت الزيادة فيه منفردة منفصلة، فلو وجبت عليه شاة في الزكاة فأخرج شاتين هذا لا يوصف بالوجوب، الشاة الثانية لا توجب لأنها منفصلة. وهكذا لو أعتق رقبتين بدل الرقبة الواحدة لأنها منفصلة. وقال بعض العلماء هنا أيضا إذا أدى صاعين وقد وجب عليه الصاع، لكن لم ينتبه في هذه المسألة في الصاع بين أن يميز الصاعين عن بعضهما أو يدفعهما مشتركين دفعة واحدة. فائدة هذه القاعدة أنك إذا قلت يوصف الكل بالوجوب معناه أن القدر الزائد صار في حكم الواجب، فيجب أن يعطى للمساكين وليس من حقه أن يصرفه لغيرهم. ويتضح هذا أكثر لو وجبت عليه شاة فأخرج بدل الشاة بدنة، البدنة تجزي عن سبعة شياة، لأن حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يوم صلح الحديبية اشتركوا في البدنة سبعة، فدل على أن سبع البدنة يعادل الشاة. وبناء على ذلك لو وجبت عليه شاة فأخرج بدنة، هنا لا يمكن الفصل، فهل نقول إن البدنة كلها أصبحت واجبة؟ ما الفائدة؟ إن قلت إن البدنة كلها أصبحت صدقة واجبة وجب عليه أن يعطيها للمساكين، وإن قلت إن الواجب هو القدر الذي يحصل به الإجزاء وهو سبع البدنة فالستة الأسباع من حقه أن يبيعها ومن حقه أن يأكلها ومن حقه أن يتصدق أن يهديها أن يفعل بها ما شاء، لأن الواجب قدر الإجزاء. هكذا هنا، فإذا أعطاه الربع منفصلا فلا إشكال،
فأعطاه أرباعا منفصلة، لكن لو أنه شرك ودفع صاعا كاملا فإنه يوصف الكل بالوجوب على أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة، فيجب عليه أن يعطي الزائد للمستحق ويأخذ حكم الواجب. وقوله سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، خير بمعنى أخير، والعرب تقول هذا خير من هذا أي أخير منه. ومنه قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب. فخير بمعنى أخير، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي أخير له، وأخير له في الدين، وأخير له في الدنيا، وأخير له في الآخرة. فما عامل أحد ربه إلا أصاب خير، إلا وجد الله كريما يرد عليه الخير بأضعاف أضعاف. فالحسنة عند الله بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله وحده. فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال بعض السلف، وهو قول ثالث: من تطوع خيرا أي أنه صام وافتدى، هذا في أول الأمر، فيجمع بين الصوم وبين الفدية. والأول، القول الأول هو المشهور، أنه يزيد في الصاع، يزيد في القدر الواجب وهو ربع الصاع فيعطي أكثر منه. وكذلك قريب منها القول الذي يقول إنه يطعم أكثر من مسكين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.